بينما لم تهدأ بعد عاصفة ملفات بايدن السرية، لا يزال الرجل وفريقه مصممين على التزام الصمت. صمت تناسلت معه أسئلة عديدة، أبرزها مدى نجاح الرئيس الأمريكي ومستشاريه في التعاطي مع هذه القضية. شبكة CNN أكدت أن الرئيس يشعر بالإحباط من الطريقة التي تسير عليها الأمور في ظل التوجه نحو عدم الإدلاء بأي توضيحات بخصوص القضية. وقرر بوب باور المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي والمكلف بالقضية أن الكشف العلني عن تفاصيل القضية يمكن أن يؤثر على التحقيقات الجارية. هذا وتمسكت الدائرة الصغيرة من مستشاري البيت الأبيض وبايدن نفسه عن كثب بهذه التوجيهات، معتقدين أن الإفصاح عن المزيد من المعلومات قد يضر بالتحقيق.